بي اف ام احلى راديو 8 و9 دقائق. هذه يلعب يلا تجيكم انت حتى للتسعة نتاع الليل. مساء الخيرات للناس اللي تسمع فينا في كرهبة، مساء الانوار للناس اللي تبع فينا على الباج فيسبوك راديو اف ام ولا على شين اي اف ام تي في على اليوتيوب. كالعادة حلقة الاثنين 11 اكتوبر 2021، الربح 2-1 هي اتوال 600 اتوال 1 دياز، اتوال 600 اتوال 1 دياز مع اتصال لتونس. حتى حد ما يروح متغشش كان اسمك خرج في القرعة الأولانية، تكون انت واحد من الفايزين، تكون انت واحد يهبلوا فيا اخويا في الريجيم. ما عادش نقول شيء شراوح تو صاي دونك كان اسمك خرج في القرعة الأولى تكون انت واحد من الفايزين ب 600 دينار كاش، كان اسمك خرج في القرعة الثانية تكون انت واحد من الفايزين على الديجيتال 600 دينار كاش. زادة كان اسمك خرج في القرعة الثانية تكون انت سعيد الحظ يا بيكانتو قيمتها 40,000 دينار من اهداء اتصال تونس. فرحان برشا اليوم لأنه الحلقة هذية فيها زوز جدد في الميسيون العبيالة، زوز حاولنا أنه يكونوا هكا عندهم بروفيل يقرب البعض شوية، يعني فما شوية مسرح فما شوية تمثيل. مش نبدأ باللولانية اللي نورمال معرف توا في رمضان 2008-2009 نورمال معرف حاجة كيكة في نجوم الليل، هي ممثلة تعرفت في دور شريرة برشا، والدور هذايا جنرال ما التوانسة الكل ما تعاطفوش معها فيه الحقيقة. فرحان برشا أنه اليوم تكون معايا ولي أول مرة في ألعب يلا. عالية فارس عبدالله يعيشك، سافا في فورما عبدالله، سافا فرحانة اللي معنا في FM، فرحانة اللي معنا في ألعب يلا. برشا برشا تعرف برشا. الدور متاعك شنو هو اللي الدور متاعك هو انك تعاون المتبايرين باش يفوزوا ب 600 دينار كاش وتربح اللي قدامك، خاصة وهي بنت المسرح تحصلت على شهادة ديرنيير مو مع سي معز القديري. نحيوه برشا معز، نقولوا له خويا خدمة كبيرة قاعد يقوم بها في الكلوب نتاعو، دونك تحصلت على الشهادة نتاعها دونك نجحت نورمالمون للسنة الثانية. فرحان برشا انه تكون معايا اليوم. سلمى هنتاتي شعرك سلمى؟ سافا سافا مبروك الشهادة الساعة، يعيشك يبارك فيك. انت تو بنت المسرح اي انا بنت المسرح وبنت معز القديري، شفتوا بنت معز القديري تحيه كبيره لي. دونك اليوم سلمى دورك انك تعاون المتبارين باش يفوزوا ب 600 دينار، ودوري دوري نربح عاليه زاد، انا جاي باش نربح عاليه اهم حاجه نربحني ما يسالش. دونك انا اليوم الحلقه نتاع اليوم زاد باش اخر الحلقه باش نعلنوا على اسامي الفايزين في الويكاند، برشا برشا فلوس وبرشا ربح. دونك عندنا فايز نهار الجمعه، فايز نهار السبت، فيز نهار الاحد ب 600 دينار كاش، نعلن على سميهم اخر ليميسيون. انا باش نمشي مباشره للزهروني ولايه تونس، 36 سنه تاجر، سي محمد جريري. شحالك سي محمد؟ لاباس سي محمد؟ الحمد لله الصحه بخير والله، الخدمه ماشيه، الكوميرس ماشي الحمد لله. ترى الحكومه هذه جديده، مبروك على تونس ان شاء الله، مبروك على تونس ومبروك عليكم ودور العجله. ها اهم حاجه دور العجله. اوكي يقعد معنا سي محمد ما تعلقش التليفون باش نمشي لباج. 27 سنة عاطلة عن العمل ان شاء الله تلقى خدمة. صابرين العمراني شاوك صابرين؟ مرحبا صابرين، عاطلة لباس صابرين؟ الحمد لله. صوتك راديوفونيك يا صابرين. صابرين وي ما فيك، صوتك راديوفونيك قلت لك، ما قاعدة في بلاصة في برشا هيكو. ها اي يقعد في بلاصه هكا فيها برشا موبل باش تنقص شويه ليكو باش نجمو نسمعوك بالكدا. صابرين ومحمد باش نعطيكم سؤال 10 ثواني اللي باش يعطيني اجوبه صحيحه في اقل وقت عنده حريه الاختيار يلعب مع عليا ولا يلعب مع سلمى. حاضرين؟ يلا نبداو بك انت يا محمد. اي السؤال يقول سمي ثلاثة حاجات نستعملوها في المرمى. البالة والبيوش والمطرقة. بالة بيوش مطرقة في ثلاثة ثواني، برافو يا محمد. دونك محمد في ثلاثة ثواني ثلاثة أجوبة صحيحة. صابرين وي معك، تحدي ولا أصعب، لازمك في زوج ثواني تعطيني ثلاثة أجوبة صحيحة. حاضرة؟ حاضر. أي ركز وجاوب فيسع فيسع. السؤال يقول سمي ثلاثة كلمات تنقولهم كيف عبدي يطيح قدامك. نكت عليك اسم الله عليك لباسة. برافو. في زوز ثواني صابرين، في زوز ثواني ثلاثة أجوبة صحيحة. يلا صابرين ما عادش كنت تلعب مع سلمى ولا مع عالية؟
طلعت بيخسي. مع عالية دونك صابرين مع عالية محمد انتي باش تلعب مع سلمى محمد باش تلعب مع سلمى حاضرين السؤال هذا يهم البنات اللي موجودين في استوديو هو سؤال الأولوية دونك محمد وصابرين تقعدوا تسمعوا فقط البنات يديكم على البزر السؤال يقول اللي عنده مشاكل في النظر يلبس يا إما نظارات ولا شنية نظارات نظارات قلت لك يا إما نظارات ولا شنية لانتي قدر إما نظارات قدر نظارات جواب غالب هما العدسات العدسات مدام مش بك ما جاوبتش انت كي تعرفها هي سبقتني هي سبقتني بسرعة في الانجيز دونك سلمى شكون معها سلمى محمد محمد عندك توا 30 ثانية تتشاور فيهم انت وسلمى وتعطيني الجواب النهائي قبل ما يفوت 30 ثانية محمد حاضر حاضر السؤال يقول غناية أصالة نصري تقول يا مجنون مش أنا ليلى ولا بنسمة هواك الاقتراحات يا مجنون نايمة مش أنا ليلى نايمة ولا ميلة ولا هيمة ليلى يا مجنون مش أنا ليلى ولا بنسمة هواك شنو محمد محمد عندك الاقتراحات نايمة ميلة هيمة وأنا مش أغنيها لك يا مجنون مش أنا ليلى ولا بنسمة هواك ميلة هاي غنيتها عودتك محمد مازالوا 7 ثواني ميلة يا مجنون مش انا ليلى هاي ولا بنسمة هواك ميلة ولا بنسمة هواك ميلة والله محمد يا سيدي ذا فويس ما عادش العب يلا لا لا عليا ولا ما على صوتك لا لا عليا حطينا صوتي مزيان باهي الزوز مزيان محلي استديو الكل راي اسمع سيدي هذايا باقة ورد يا سي محمد باهي الاقتراحات كانت نايمة ميلة والا هيمة دونك غنيتو هالزوز والجواب ما نجم يكون كان صحيح جواب صحيح ميلة نقطة عندك ولا بنسمة هواك ميلة يا مجنون مش انا ليلى ولا بنسمة هواك ميلة عايزنا ولا بحبك ليه بس مش قايلة يا مجنون مش انا ليلى جواب صحيح ومحمد غناها بالصوت العذب ها وفرحان بالنقطه نورمال بيان سور ان شاء الله صابرين ما تندمش معناتها ان شاء الله ماشي باش تندم قتل به مره اخرى البنات يديكم على البزار سؤال يهم البنات اللي موجودين في استوديو فقط دونك محمد وصابرين تقعدوا تسمعوا فقط السؤال يقول كي نشريو طزينة ملسوقة يعني قداش من كعبة؟ 6 يا راسي 12 وعليا 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 انا اسمع في الكوجي لا ما وعليا انا ظاهر العمل عاد مادام جاوبت 6 جاوب غلط هاي لا صابرين صابرين وي معاك بربي يقعد محمد سيدي نسمع فيه ظهرت قوية في الغناء وتعب على الاخر في الكوجينة قالت لك طزينة ملسوقة يساوي 6 كعبات باش تبدا في بالك لا اصلا ريت كيفاش خويا هكا خسرت الاولوية دونك صابرين وي يلا حضر روحك صابرين 30 ثانية يفصلوك على نقطة التعادل تتشاور فيهم انت وعليا وتعطيوني الجواب النهائي السؤال يقول شكون الشخصية الكرتونية اللي عائلتها الكل قرودة الاقتراحات ماوكلي بوكي هانتس ولا ترزان صابرين انا معاك صابرين انا معاك قول ترزان زيد قوي صوتك شوية عالية ما سمعتك صابرين معاك انا هي ترزان داكور اوكي جواب نهائي ترزان صابرين تفرجت فيه ترزان تفرجت فيها ما اكل العائله نتاعو شنيا كرودة اه هكا صابرين ما اكل ما اكل انا ما اكل ما اكل ذيوبه ما اكل الذيوبه يا صابرين ذيوبه دونك
مشيت في اقتراح اللي هو ترزون وجواب صحيح نقطة التعادل. برافو برافو. واحد واحد المباراة على أشدها. أه؟ مباراة بين صابرين وبين سي محمد على أشدها والبنات زادة كيف كيف. واحدة جاوب غلط الأخرى تاخذ الأولوية الأخرى تجاوب غلط الأخرى تاخذ الأولوية. الحمد لله كلهم أجوبة غلطة وجاوهم أحلى جواب. يلا البنات مرة أخرى ديكم على البزار سؤالهم البنات اللي موجودين في استوديو. السؤال يقول كمل المثل كسكسلو يرجع لاصلو. انا نزلت قبل والله انا نزلت قبل. علاش نتعاركوا ايش نتعاركوا شكون نتعارك هذيك التكنولوجيا مدام سكوندا ما يلعبش البزور. او كريتني محمد او جواب صحيح كسكسلو يرجع لاصلو. محمد سيدي حذر لي روحك يا محمد 30 ثانية يفصلوك على 600 دينار. ركز واعطيني الجواب النهائي وخذ وقتك. السؤال يقول منين تجيب الفاتيكان مواردها المالية الاقتراحات من السياحة والطوابع من نقود الكنيسة الكاثوليكية وإلا من مرتبات الوزراء؟ محمد حسب رايك قل لي انت فاش تشك من السياحه والطوابع؟ اسمع انا الكنيسيه ما نتصورش معناتها باش تعطيو فلوسهم للدوله. شي جا قول لك انا راني بنت التوريزم انا جو بونس من التوريزم. خمسه اربعه سياحه باش نعتبروا سياحه مرتبات الوزراء ما قلت لكم شيء ما نتصورش معناتها الوزراء ما يقعدوا ما يخلصوش. محمد مشيت معها في اختيار السياحة والطوابع. قلت لك ما تنجمش تكون الكنيسية تعطي فلوسها. ايه الوزراء يقعدوا بلاش فلوس. تخيل انت ما قول انت ما تجيش. ها سياحة ماشي معها في السياحة. سياحة والطوابع اخترت الاقتراح الاول ولو انه ينجم يكون فما تاكس على مرتبات الوزراء. سعيد ها ما نتصورش. لا لا اصحاب اصحاب مناصب ما نتصورش. اصحاب المناصب ما تتصورش انهم يعطيوا فلوسهم للكنيسه. هي ماهيش من نقود الكنيسه الكاثوليكيه دونك الاقتراح هذا اصبتي كي اخترت انك ما تبعد عليه. من مرتبات الوزراء قلت ما ينجمش يكون انا حيول ام تاكس وزراء سبيسيال هما اي هما عندهم وزراء سبيسيال ما يكون معناها عندهم وزراء سبيسيال في علينا في حاجات. محمد خدمه ماشيه يا محمد؟ نعم الخدمه ماشيه ولا كيكو برا؟ والله الحمد لله صرت ربي الحمد لله. متزوج ولا ايه؟ اي عندي زوز بنات. عندك زوز بنات ربي يفضلهم لك يا محمد. بحذاك البنات؟ اي بحذاك البنات والزوجة بحذاك. عيد ميلاد أخت مرتي. عيد ميلاد أخت مرتي قاعد تحتفل بيه في دارك؟ اي او جاي وحذانا وكل بسمة البوري. تحية لها إن شاء الله كل عام وهي حية بخير يا محمد ومبروك عليك 600 دينار كاش جواب صحيح من الصياحة والطوابع. مبروك عليك 600 دينار كاش من أداء اتصالات تونس. محمد يلا نخليك على شكون تحب تسلم. هاي والله يا تابع انا كل حاجه كو تابع البلاد هذيا ربي يجريها صلاح امين. وان الحكومه هذيا تكون مبروكه على التوانسه امين يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله كلامك يوصل. ها ان شاء الله دعوتك توصل يا محمد. مبروك عليك 600 دينار. صابرين صابرين وي انت زاده ما تروحش متغشه بون داشا قيمته 100 دينار من هدايا اتصالات تونس. مبروك عليك يا صابرين. هاي على شكون تسلم صابرين؟ على امي واخواتي ونشكر ليكم. يا عايشك يا صابرين واحنا نسلموا عليهم برشا. طريق الربح ثنيته واحده هي اتوال 600 اتوال وواحد دياس مع اتصالات تونس. حتى حد ما يروح متغشش ترتيحه صغيره مع البيوب راجعين.
8:28 دقيقة على في محل راديو، مازلنا واصلين معكم حتى للتسعة متاع الليل. الربح 2-1 هي اتوال 600 اتوال واحد دياز، كان تحب تكون واحد من الفايزين ب 600 دينار كاش، والا كيا بيكانتو قيمتها 40,000 دينار كان اسمك خرج في القرعة الثالثة. باش نمشيو مباشرة الولاية قفصة، 73 سنة متقاعد سي محمد الطاهري غويلي. شعرك سي محمد؟ مرحبا بك. لاباس سي محمد؟ مرحبا. الله يبارك فيك. الصحة بخير؟ أنا لاباس. ما زالت البركة، ربي فضلك يا سي محمد. حبك حاضر ها للانتصار وللأجوبة الصحيحة. اقعد معنا سي محمد ما تعلقش تليفون. باش نمشيو مباشرة الولاية صفاقس، 56 سنة ربة بيت مدام شادية بن عمر. شعرك مدام شادية؟ مرحبا. السلام عليكم. شحالكم؟ لاباس. ساعة انا فرحان برشا بكم الزوز، خاطر زوز متبارين حقيقة، نعطيتوني هكا شحنة معنوية كبيرة ياسر. ان شاء الله ان شاء الله. وماذا بيا انا نربحكم الزوز، صدقني ماذا بيا هكا ولا هكا باش تربحوا الزوز. راه اتفقنا به سي محمد ومدام شادية. باش نعطيكم سؤال 10 ثواني اللي باش يجاوبني صحيح في اقل وقت عنده حرية الاختيار، يلعب مع عالية والا يلعب مع سلمى. هو سؤال جوز باش تختاروا مع شكون تلعبوا. حاضرين؟ حاضرين. يلا نبدا بك انت يا مدام شادية. ليديز فيرست سي محمد هكا ولا ايه؟ ها نعم. ليديز فيرست. نبداو بالجنس اللطيف قبل. نعم نبداو بالجنس اللطيف قبل سي محمد ولا ايه؟ ما فهمتش. خذ راحتك هكا هو. مدام شادي هاي 10 ثواني مدام شادي جاوبني في ساعة. السؤال يقول سمي ثلاثة أنواع متاع غلة ما ناكلوهمش في الشتاء. في الشتاء عنب اي ودليع وبطيخ. عنب دليع بطيخ. 6 ثواني 3 أجوبة صحيحة سي محمد. اي تفضل. يلا يزمك جاوبني في 5 ثواني سي محمد. 3 أجوبة صحيحة. السؤال يقول شنية 3 حاجات نجم تعمل بيوم كاسكروت؟ ها 3 حاجات نجم تعمل بيوم كاسكروت؟ اي شنو ما سميلي. ثم وثم الهريسة وثم ال ثم المايونيز ثم الزيتون ثم الهريسة والبطاطا والعظام. الوقت وفيها يا سي محمد وفيها مع البطاطا الوقت. باهي ميسيل شاي مدام شادية، عندك حرية الاختيار تلعب مع عالية ولا مع سلمى. سلمى كهو بنت بليدي. عايش حالك يا شادي. عايش حالك ما عندك زعيمك. السلام عليكم. نعطيها تريح شرمولة تو كهو. ان شاء الله مربوحة يا غالية. يلا سي محمد انت باش تلعب مع عالية الفهري. اوكي مرحبا سي محمد. السؤال هذا السؤال هذا سؤال أولوية يهم البنات اللي موجودين في استوديو. دونك سي محمد ومدام شادية تقعدوا تسمعوا فقط، البنات يديكم على البوزر. السؤال يقول في كرة القدم شكون اللاعب اللي ما يلبسش كيما بقية الفريق؟ الجول جواب صحيح. يلا مدام شادية جول. هاي صحيح بنت بلادك. هذا سؤال ما نلعبوش السؤال الأولوية هكا جاوبت صحيح وخذت الأولوية. السؤال هذا باش تتشاور فيه أنت وياها وتعطيني الجواب النهائي قبل ما يفوت 30 ثانية. مدام شادية حاضرة؟ إن شاء الله. إن شاء الله يا غالية. السؤال يقول وقتاش يبان القمر بدر كامل؟ الاقتراحات أول الشهر الهجري، منتصف الشهر الهجري، وإلا آخر الشهر الهجري. أول الشهر الهجري ما نتصورش أنا مدام شي نتصور منتصف في وسطه. منتصف أنا نتصور في وسطه نعرفش. منتصف الشهر الهجري. اسمعني انا ما نحبش معناتها ناثر عليك. انا نتصور في وسطو. انت عندك المعلومه صحيحه ولا؟ 5-4 نعتمدوا ايش مدام شادية باش تمشي بالجواب نتاع سلمى ولا باش تمشي بالجواب نتاعك؟ لا بجواب سلمى. جواب سلمى يا غاليه سامحنا. جوك احلى جو، عندك نقطه برافو. منتصف الشهر الهجري هو الجواب الصحيح.
ها هاك ريت هاك معاك كاني معاك خاطرك لا يقطعك هاك معاك والله حد ما بش يفك هالك هاي بعديك سي محمد انا العاليه لازمنا نحيروها شويه ما نعرفش لازم نعطيوها موجات ايجابيه ما نعرفش نشجعوها سي محمد لازمنا نركزوا مع بعضنا يعيشك وبيك هياجها شويه قل لها فيق لي قل لها ما نعرفش انا هاي ما يسالش هاي سي محمد يلا السؤال هذا مره اخرى يهم البنات اللي موجودين في الاستوديو البنات يديكم على البوزر السؤال يقول شنو اسم السلطه اللي مكوناتها الاساسيه خبز وهريسه وطن وزيتون وتتعمل في رمضان اكثر اي بلانكيت سلطه بلانكيت وانا عندي ايه عندي انا البوزر لا يقطعني لا يقطعني يا مدام شادية البوزر لا معناه من الهو يخدم البوزر يخدم البوزر يخدم معناه متأكدين تقنيا أمورنا واضحة سلمى جاوب الجواب صحيح وفي أقل وقت باش غشاش لي سي محمد انت تو أمانة سي محمد مانيش خلي مغاي يروح مغش كلكو سوا ماهوش يروح مغش يلا مدام شادية نعم عندك 30 ثانية مدام شادية يفصلوك على 600 دينار إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله عندي شرموله هاوكا دبر راسك عندك بالحوت المالح تفضل ومرحبا تفضل ومرحبا سلمى مدام شادية السؤال يقول من الافعال هذه انا هو مش من البرومي جروب الاقتراحات شانتي اتر والا ايمي اي مدام شادية انت شو تقول شانتي اتر ايمي انا راه عندي لا ريبونس معناتها قل لي لا يقطع قل لي ما نعرفش لا يقطعني اتر يا مدام شادية اتر معاك يا حبيبتي انا معاك انا معاك يا حبيبتي اتر والله اتر نعتمدوا اتر 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 كما تخص 600 دينار شادي اليوم جينا الاستوديو اليوم ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يا غاليه وكانت تطلع غالطة يا غالية شو عملنا طب لا 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 مش غالطة ها مدام شادية نعم سمعت كلام هالمرة الأولى وكان الجواب صحيح المرة الثانية أنت ما عندكش الجواب خليت لها حرية الاختيار اختارت فيرب اتر زي ما يكون فيرب اتر من ماهوش من برومي جروب ان شاء الله هو ال برومي جروب شنو فيه؟ ليه هما على فاب على فا او ار على فا او ار فما شانتي فما ايمي برومي جروب ايمي برومي جروب دونك مدام شادية نورمالمون باش تغني توا مدام عندنا ايمي دونك حبت ليميسيون شانتي دونك ما عندها كان باش تغني ها فيرب اتر فيرب اتر هو جواب صحيح من اهداء اتصالات تونس مبروك عليك لعيتك الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا غالي امورنا واضحه 600 دينار وقت تجي تخدم تو يا غالي تكلموك مدام شادي ما فما بالدور اللي ربحوا كل مره فما مصلحه في اتصالات تونس هي تتصل بهم وتقول لهم وقتاش يجيو يتسلموا الكادو نتاعهم يتهنى عليهم راهو حتى ما يمسهم 600 دينار عندك مبروك عليك مدام شادية ما علاش كنت حاب تسلم هاي نسلم على اول حاجه نعزي روحي ونعزي جماعتي الكل على حماتي اللي توفيتي الله يرحمها الله يرحمها ويبارك فيك معناتها كل شيء وعلى راسي وحيد السيفي الله يرحمها على راسي عايده السيفي وشيمة السيفي ولبنى السيفي والله يرحمها ويطول في احمد السيفي ومحمد السيفي صغارها الكل هذينا الله يرحم الله بركة فيهم بركة فيهم الكل مدام شادية مبروك عليك 600 دينار كاش سي محمد هذا الله غالب هذاك قالوا اللعبة محليك على الاخر انت معناها كنت من المتبارين اللي باش تقعد ماركي هكا في 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 مخي انت زاد ما نحبكش تروح ما تغشش بوندا شا قيمته 100 دينار من هدايا اتصالات تونس مبروك عليك سي محمد بارك الله فيك هاي علاش كنت حتسلم سي محمد هاي هاي علاش كنت حتسلم نعم علاش كنت حاب تسلم نسلم نسلم على العائله ونسلم على امي وعلى بابا الله يرحمهم الله يرحمهم وينعمهم وربي يشد لك في صحه بدنك يا سي محمد ومحلاك على الاخر مبروك عليك البوند اشا 100 دينار من اداه اتصالات تونس الربح مازال متواصل 2 واحده اتوال 600 اتوال
واحد جيز فتيحة صغيرة مع الكوبر رجعين. ثمانية 43 دقيقة علي في محلى راديو، هذه ربع ساعة الأخرى من العب يالا تجيكم من توا حتى للتسعة متاع الليل. بعد شوي بشقاونو في الجينيراسيون مع الصديق والزميل طارق الحناشي، برشا جو وبرشا ضحك تبعوهم. باش نمشيو مباشرة لولاية تونس، 29 سنة سي محمد الهادي اليعقوبي. شحالك سي محمد؟ مرحبا. عسلامة طويلة. لاباس سي محمد؟ الحمد لله. صحة بخير، في فورمة؟ في فورمة الحمد لله. حاضر للانتصار؟ حاضر ان شاء الله. ركز يا سي محمد، ما تعلقش التليفون. باش نمشيو زاده الولايه سوسه، سيدي بوعلي 23 سنه، شايمه الغضباني. شعرك شايمه؟ عسلامه. عسلامه. لاباس شايمه؟ الحمد لله. حاضره؟ حاضره ان شاء الله. باهي شايمه ومحمد، باش نعطيكم سؤال سؤال، 10 ثواني 10 ثواني، لكل واحد يعطيني اجوبه صحيحه في اقل توقيت، عنده حريه الاختيار مع شكون يلعب، مع عليا والا مع سلمى. حاضرين ان شاء الله؟ يلا نبدا بك انت يا شيماء. ليديز فيرست. السؤال يقول سمي ثلاث حاجات النجم نزينوا بهم عصيدة الزقوق. بندق، زوزة، بوفريوة. بندق، زوزة، بوفريوة، ثلاثة اجوبة صحيحة في ثلاثة ثواني، برافو يا شيماء. محمد. وي صعبت عليك، غلت عليك الخبز يا محمد، لانك في زوج ثواني تعطيني ثلاثة أجوبة صحيحة. حاضر؟ حاضر. السؤال يقول سمي ثلاثة حاجات تقولهم لولدك باش تشجعوا على القراية. نكتب لك حاجة كادو باهية فقرة مليحة. أيوة الثالث. الثالثة نكتب لي كادو. كادو. ستة ثواني يا محمد، ستة ثواني. دونك شايمة عندك حرية الاختيار، تلعب مع سلمى ولا مع علي؟ هاي مع سلمى ان شاء الله. مع سلمى. دونك شايمة مع سلمى، محمد باش تلعب مع عليا. اتفقنا؟ اتفقنا. به نبداو بالفتيات اللي موجودين في الاستوديو، عندهم سؤال الأولوية. البنات يديك مع البوزر، محمد وشايمة تقعدوا تسمعوا فقط. السؤال يقول المغرب العربي مكون من قديش من بلاد؟ خمسة. عالية، خمسة بلدان. جواب صحيح. تونس، المغرب، ليبيا، الجزائر وموريتانيا. دونك محمد مع عالية هكا ولا؟ محمد. محمد صباح. يلا خذيت الأولوية عالية، عندك 30 ثانية تتشاور فيهم انت وياها، تعطيني الجواب النهائي قبل ما يفوت التوقيت. سؤال هذا على نقطة. السؤال يقول حاضر محمد؟ حاضر. حاضر. شنو الطاقة اللي ولدها البرق؟ الاقتراحات، الكهرباء، الكهرو مغناطيسية وإلا الحرارية. محمد عاود لك سؤال. الكهرباء. كهرب. متأكد محمد؟ كهرباء، طاقة كهربائية. الكهربائية، الكهرو مغناطيسية وإلا الحرارية. مازالوا 10 ثواني محمد. انا في بالي كهرو مغناطيسية. كهربائية. كهربائية. كهربائية جواب النهائي. جواب نهائي كهربائية. محمد هي شكت في الكهرو مغناطيسية، انت علاش ما مشيتش معها في الشك متاح؟ هذه كهربائية، انا معيش البرق يولد الطاقة الكهربائية حسب رأيك انت، وعليا اختارت شكت بلوتو في الكهرو مغناطيسية، ولكن محمد ما مشاش معاها في التوجه متاحها. يا محمد ها تو كانت تطلع غلط. يا محمد تندم اللي ما سمعتش كلامها؟ نندم. اما ظهر لي كهربائية. اما ظهر لك كهربائية. انا شكيت انت شكيت. محمد شتعمل في الدنيا؟ حارس عمارة. محمد ريت البرق مرة هكا بف ها شفته لايف لقماء البرق يا محمد. محمد ده اللي ما عادش يسمع فينا. الو محمد
محمد، تعودوا تتصلوا بمحمد ظهرلي الطاقة ها محمد عاودوا كلموه، مثالش مين حب نقوله كانوا قاعد يسمع فينا بالراديو، مثالش قولوا له جواب صحيح، هي الكهربائية نقطة المحمد نقطة المحمد نقطة المحمد. شايمة شايمة شايمة، نعاودوا نكلموهم الزوز، نعاودوا نكلموهم الزوز، زوز زوز ما تحصلناش عليهم، يلا نعاودوا نكلموهم، مثالش ناخذوا تتيحة صغيرة مع البيوب وراجعين. ثمانية 51 دقيقة على يفهم أحلى راديو، ما زلنا مواصلين معكم حتى للتسعة. التعليل قبل الفاصل كان معنا محمد وكانت معنا شايمة، علقوا زوز تليفون محمد وشايمة. وي عشايمة ما عادش تعلقوا تليفون، راه ما عادش نخرج فاصل راهو أنا أقول لكم. محمد عندك نقطة قبل ما يتعلق التليفون، شايمة ما زلت صفر من النقاط. مي شايمة ومحمد لازمكم تعرفوا حاجة، اللي حتى حد ما يروح متغش، كل واحد يروح بالكادو نتاعو، اتفقنا؟ به. سؤال مرة أخرى يهم البنات اللي موجودين في استوديو، هو سؤال الأولوية، البنات يديكم على البزار. سؤال يقول وين موجود مضيق البوسفور اللي يفصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة؟ مضيق البوسفور، البوسفور وين موجود البوسفور؟ موجود مضيق البوسفور في تركيا. تركيا جواب صحيح. البوسفور انا كان ما جاوبتوش راني تشليت. البوسفور معروف ساعات نسيو راهو ها تمشي علينا، ساعات مانيش نسمعوا فيك يعني ساعات تمشي علينا راهو الفكره ان شاء الله ديما ترجع الفكره. به شايمه وي يلا 30 ثانيه شايمه، نقطه التعادل تستنى فيك، تتشاور فيهم انت وسلمى، تعطيني جواب نهائي قبل ما يفوت التوقيت. سؤال يقول انا هي البلاد اللي يعتبروها الفرنسيس بلاد الجبن الاخرى، لوتر بيي دو فروماج. الاقتراحات بلجيكا هولندا والا سويسرا. شايمة شو انت اسكو عندك، اسكو عندك الاجابه؟ بلاد الفروماج سويسرا الشوكولاته، شوكولا ما نتصورش. انت بلجيكا بلجيكا هولندا سويسرا بلجيكا هولندا 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 الحليب. اي هولندا حليب، تنجم تكون حليب وجبن حليب ومشتقاته، دونك تجي هولندا اكثر من بلجيكا. هولندا 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 هولندا. الجواب النهائي كان هولندا. سويسرا كان بالشوكولاته، انا نعرفها بالشوكولاته. وبلجيكا باش قريبه لفرنسا، راه بلجيكا قريبه ياسر لفرنسا. هي ما حتى ال يا شايمة وي سمعت كلامها يا شايمة. اي متاكده 50% من الاجابه والله اعلم. متأكدة 50% من الإجابة والله أعلم. سويسرا هي بلاد الشوكولاتة سيفري، ولكن بلجيكا نجم تكون ها بما أنها جيران هي وفرنسا، نجم تكون هي البلد بلجيكا الآخر اللي يحكيوا عليه، خاصة الفرنسيس ديما يحكيوا على البلج تعرف. شايمة كنت صفر من النقاط يا شايمة. شوليت واحد نقطة الحمد لله. صحيح هي هولندا، هي هولندا يا شايمة. شايمة محمد مباراة على أشدها، مرة أخرى البنات حضروا لي رواحكم، سؤال الأولوية، سؤال اللي باش يحسم المباراة هذا اللي باش تاخذ الأولوية وتجاوب على السؤال اللي من بعد باش تربح المتباري نتاعها الستينيات. هيا سلمى قتل. هيا هيا هاني محمد ما تحبش تشجع علي ولا حاجة؟ شجع في علي، شجع محمد شجع سلمى. صفق مالا صفق صفق، اعمل حاجة تحرك شوية محمد. صحيت محمد صحيت محمد. هيا حضروا رواحكم البنات يديكم على البزور. سؤال يقول من واحد لمية قديش فما من تسعة؟
سلمى. احسب فيها قديش هاي. اعطيني جواب. واحد لمياه فما قديش من تسعة. لا لا اعطيني الجواب ما كانش نعتبر جواب غلط خاطر تنزع البزور ما عادش نعطيك وقت. فما تسعة. تسعة جواب غلط. جواب غلط ماهوش تسعة. خلينا نجربوا عليا قبل ما نعطي الإجابة الصحيحة. راه عالية تنجمش تجاوب من واحد قديش لمية. فما من تسعة؟ هاي. والله ما نجمش نجاوبك. ما تنجمش تجاوب. خلينا نشوف المتبارين. شايمة من واحد لمية قديش فما من تسعة؟ نقول عشرة. تقول عشرة. محمد عشرة. عشرة جواب ديريكت زعما انت مش فوسك حتى تعرف. ترى سميهم لي العشرة بربي يا محمد. تسعة. ايه 19. ايه 29. ايه 39. ايه 49. ايه 59. 69. 87. ايه 89. ايه 99. 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 فما 20 تسعة مش 20. اه ريت كيفاش يا محمد ريت كيفاش 20 تسعة. اه دونك اوتوماتيكمون علي 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 يا محمد انتوما اللي باش تلعبوا على النقطة الثانية وبتلعبوا على ال 600 دينار. يلا علي محمد حضروا رواحكم. السؤال يقول علاش انثى السلحفاة البحرية تخرج ساعات من الماء؟ الاقتراحات باش تتعرض لأشعة الشمس باش تاكل وإلا باش تبيض. محمد انت عندك إجابة ولا نعاونك؟ عاوني أنا ما عنديش إجابة. أنا من رأيي باش تبيض. اش قلت؟ أتاهم أنا نشوها أتاهم خاطر ما عنديش حتى فكرة أنا فيه. أوكي بجوابك غلطة. أعطيني باش تبيض. جواب باش تبيض. أنت عمرك ما ريت فكرة صغار يعومو؟ اما ريت تفكرون كيف يبيض. نعرف اللي هو يبيض البر مش في البحر. مانيش نسمع فيك. قلت لك نعرف اللي الفاكرون يبيض البر معناتها يخرج من البحر باش تبيض. محمد الفاكرون ما تعرفش وين يبيض. محمد لا اما البر هكا نقول البر وهكا تقول وما ياكلش هكا ما يخرجش البر ياكل ما يعملش شويه برونزاج شويه شمس شويه كذا شويه فيتامينات. فيتامينات ها شو محمد؟ قلت لك لازم يعمل برشا حاجات، أما ظهر لي بيض البرا. ظهر لي يبيض البرا، النقطة الثانية جواب صحيح، باش تبيض مبروك عليك 600 دينار كاش يا محمد. إن شاء الله مبروكين عليك محمد يلا على شكون تحب تسلم هاي؟ سلم على عالية برشا يا عيشة. إن شاء الله مبروك. مبروك عليك يا محمد. شايمة. شايمة، أنت زادة ما تروحش ما تغشى. بوند اشا قيمته 100 دينار من هدايا اتصالات تونس. مبروك عليك يا شايمة. محلك على الاخر وكنت من المتبارين راهو اللي بالحق. ها برشا روح رياضية يا شايمة. اي بيان سور. مبروك عليك يا شايمة يلا على شكون تحب تسلم؟ اي نسلم على جارنا على صحابي عندي صاحبتي احلامي في المغرب يتحشم برشا. اي سلموا عليها احنا زاد. يعيشك يا شيماء مبروك عليك 100 دينار كاش ربح معانا نهار الجمعة ليل بوعزيزي من أريانا 600 دينار كاش على ديجيتال. ربح نهار السبت لطفي الطالبي من بنعروس 600 دينار كاش. ربح نهار الأحد روضة بالحاج حسين من تطاوين على ديجيتال 600 دينار كاش من هدي اتصالات تونس. الكل مبروك عليكم ناس كل ميرسي بوكو عالية اليوم نورتني بوجودك حلقة مزيانة برشا. سلمى زادة كيفيك ميرسي بوكو نورتني بوجودك زادة اليوم من كنت وراوة معناها كيفاش نقولوها اللقاء الأول ولكن لقاء العمالقة يعطيكم ألف صحة. ميرسي بوكو عزة تويتي في الإخراج المايسترو نتاعنا ميرسي بوكو. ميرسي سفيان اليوم في التنسيق العام أبدع أبدع سفيان ميرسي بوكو سفيان. ماي زهرة في الأعداد ويام إيمان في اف ام تي في يعطيكم ألف صحة على التصويرة المزيانة. نتلاقاو إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت رقصة من الناس كل باي باي.